تاني حاجة يا شباب اللي هي ايه الإكلامسيا، بنعرفها على انها a life threatening complication of pregnancy. It is characterized by high blood pressure and protein in the urine, seizure or coma. يا سلام، دي معناها ان هي فيها كل حاجة، البلاد بريشر عالي والبروتين موجود في اليورين وفي سيجر وفي كوما، وده طبعا ما كانش بيحصل مع البريكلامسيا. البريكلامسيا كان مش موجود فيها لا كوما ولا سيجر، لا كان بيقول لك ان البريكلامسيا ممكن يدخل منها في سيجر او كوما ممكن، لكن دي لازم عشان اقول ان الحاله دي اكلامسيا لازم بيكون موجود فيها سيجر او كوما. طيب الانسيدنس بتاعها، معدل الحدوث، يعني معدل الحدوث في خلال الهايبرتنسيف ديس اوردر وبريجنسي دي، يا ترى الاكلامسيا بتحتل قد ايه بالظبط؟ بيقول لك للزان 1 in 1000 women with preeclampsia، يعني شباب زي ما قلت بالظبط، من كل 1000 حالة عندها بريكلامسيا أقل من واحدة في الألف دول بيحصل معاها الأعراض، بتتطور معاها وتدخل في إيه، في كلامسيا، ومنها كوما وكونفالجن وسيجر وهكذا. طبعا الكلامسيا دي ليها ستيج، ليها درجات، ليها مراحل، والستيج دول أربعة. أول ستيج اللي هي بريمونيتور ستيج، والتانية تونيك ستيج، والتالتة كلونيك ستيج، والرابعة كوما. اول حاجة اللي هي البريمونيتور ستيج دي بتاخد من 1 لـ2 مينت، واللي تحتها برضو من 1 لـ2 مينت، واللي تحتها من 1 لـ2 مينت، الا اخر ايه حالة اللي هي مين الكوما. اول حاجة اللي هي البريمونيتور ستيج اللي بتاخد من 1 لـ2 مينت دي، بيبقى الكاركترز اللي فيها ان هي بتشمل اي رولد اب، يعني الاي كده تحسها ملتفة على بعضيها، يعني في رولينج في الاي، اتويتشز اوف ذا فيس اند هاندز. يبقى كل ستيج ليها كاركتر الخاصه فيها، يعني ممكن يقول لك مثلا اي رولد اب يعتبر من الكاركترز بتاع التونيك ستيج مثلا، لا يبقى هي من البريمونيتوري ايه ستيج، فكل حاجه لها كاركترز وتتحفظ بالكاركترز بتاعتها. طيب بعد كده اللي هي تونيك ستيج برضه بتاخد من 1 لـ2 مينت، بيحصل فيها جنرالايزد تونيك سبازم ويز سيانوزيس وتانج مي بي بيتن بتوين ذا كلينش تيس، يعني معناها ان بيحصل فيه سبازم وتقلصات كده في المصل بتاعت الومن، وبتبقى فيه سيانوزيس معاها ازرقاق، وبيبقى التانج ممكن تعض لسانها بتوين الكلينش تيس، ما بين اللي هي اسنانها لما تقفل اسنانها كده ممكن تعض التانج، لان لاحظت كونفولشن. احنا بنحكي دلوقتي في ستيج بتاعت مين اكلامسيا، يعني في كوما، يعني في كونفولجن، يعني في سيجر، فبالتالي الحاجات دي حقيقية، بس هي ماشية ايه بمراحل، والمراحل تحت بعض تتحفظ، يعني مثلا لازم تحصل اول مرحلة في الكلامس اللي هي البريمونيتوري، بعدها تحصل التونيك، بعدها تحصل الكلونيك وهكذا، يعني المراحل دول مش لازم تحفظوا بالترتيب لانه ماشيين كده ايه ورا بعض. تالت مرحلة اللي هي الكلونيك ستيج برضو بتاخد من 1 لـ2 ايه مينت، بيحصل فيها كالاتي، كونفولجن، تانج مي بي بيتن قلناها، فيس از كونجستد اند سينوزيس، الوش بتاعها بيلاقيه محتقن كده ومزرع، conjunctival congestion احتقان فين، في اللي هي قزحية العين او القناة، ده القناة اللي هي بحط فيها الاي دروبس الموجودة في مين، في الاي، blood stained fluid from the mouth، يعني ممكن الست يحصل لها ان هي مش هنقول ترجع لان دي مش ترجيع، ان هي يحصل لها زي رغاوي كده تطلع من بقها، بس هي لونها يعني هي blood تكون bloody stained fluid. stertorous breathing يعني نفس بتاعها بيكون ايه سريع، temperature may be rise temperature عالية، involuntary passage of urine or stool مش قادرة تمسك ان هي تعمل control على البلادر او البول بتاعتها، فبالتالي بيحصل لها involuntary انه يطلع منها urine او stool، gradually convulsion stop. بعد كده كوما اللي هي رابع حاجة، بيقول لك ان فيها variable duration due to respiratory and metabolic acidosis، يعني بتتنوع الفترة بتاعتها او duration بتاعتها بتتنوع ما بين respiratory والmetabolic acidosis. deep coma may occur cerebral hemorrhage، يعني لو هي دخلت في deep coma ممكن تعمل لها بتعمل لها cerebral hemorrhage اللي هو نزيف ايه في المخ. labor usually start shortly after the fit، يعني لو ترجمها ترجمة حرفية كده بيقول لك ان الولادة عادة تكون بتبدأ بشكل قصير جدا بعد الفيتس، الفيتس اللي هي يقصد بيها برضو يا شباب convulsion او seizure. sometimes labor doesn't start and the convulsion recur again the so called intercurrent eclampsia and carries a bad prognosis، وبرضو بيقول لك احيانا ممكن بعد الconvulsion دي ما يحصلش start لليبر ولا حاجة، والconvulsion دي يحصلها recurrent كل شوية تتكرر، لذلك في الحالة دي بسميها intercurrent eclampsia، ودي طبعا ليها bad prognosis. يعني ليها bad prognosis، انه لها prognosis يعني مضاعفات، bad prognosis يعني بتبقى ليها مضاعفات اكتر واخطر طبعا من المراحل اللي قبل كده. طيب بعد كده complication of eclampsia، يعني هل ده هي sign و symptom بتاعتها كده، وما بالك complication بتاعتها
عامله ازاي. طبعا زي ما اتفقنا الكومبليكيشن او المضاعفات بتؤثر على المذر وبتاثر على الفيتال. فالماتيرنال كومبليكيشن اللي ممكن تحصل لها انه يحصل لها ريسبيراتوري ديستريس سندروم فروم اسبيريشن نيمونيا انهاليشن اوف بلاد سلايفا اند فوميتس اير واي اوبستراكشن باي ذا تانج اند بالمونري اوديما. يعني ممكن يحصل لها ريسبيراتوري ديستريس سندروم. الريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي ممكن تحصل لها نتيجه الاسبيريشن نيمونيا اللي عندها ان هي بتعمل نتيجه الكونفالجن والكلام ده ممكن تعمل اسبيريشن او انهاليشن للبلد تستنشق البلد اللي هي بتعمل فوميتس او السلايفا اللي هي المخاط او اللعاب والفوميتس مكونات الفوميتنج. فبالتالي بيحصل لها ايروي اوبستراكشن برضه نتيجه الكونفالجن ممكن يحصل لها تعمل بيتنج للتنج وتبلع لسان فبالتالي بيحصل لها ايروي اوبستراكشن اهو باي ذا تنج اند بالمونري اوديما ممكن يحصل معها ارتشاح ايراوي. يبقى الماتيرنال كومبليكيشن ريسبيراتوري ديستريس سندروم نتيجه كل الحاجات اللي احنا قلناها هارت فيلير اللي مش عايزه كلام هايبوفوليميك شوك فروم بلاسينتال ابربشن سيركيولاتوري كولابس بوست بارتم. كلمه هايبوفوليميك شوك يا شباب بتيجي نتيجه ان الست او اي حد فينا بينزل كميه دم كتير فنتيجه البلاسينتا سيباريشن او الابربشن بلاسينتا الست بتضطر ان هي تنزل دم كتير نتيجه ان البلاسينتا اتخلعت من مكانها فبالتالي بيحصل جاشنج او بلاد كميه كبيره من البلاد ممكن الست تنزلها فبالتالي نتيجه البلاد ده يحصل معها هايبوفوليميك ايه شوك. سيريبرال هيموريج قلناها قبل كده يحصل معنا زي في المخ اكيوت رينال فيلير ليفر فيلير هيلب سندروم فيتال هايبوكسيا ماي اولسو ريزلت. فيتال هايبوكسيا يعني نقص كميه الاكسجين فين في الفيتال. بعد كده الفيتال كومبليكيشن المضاعفات اللي ممكن تحصل للطفل ذا برينيتال مورتاليتي از اباوت من 10-15% يعني الطفل ممكن يضاي او اللي هي مورتاليتي اللي هي نسبه الوفيات في الاطفال برينيتال برينيتال يعني قبل اللي هي الولاده في التايم بتاع قبل الولاده ده بيكون حوالي من 10-15% وده بيكون بسبب ايه يعني البرينيتال مورتاليتي دي بتكون 10-15% بسبب مين بالظبط. بيقول لك بسبب الفيتال هايبوكسيا وبسبب البريماتوريتي. الفيتال هايبوكسيا جاي منين نتيجه البلاسينتال انفاركشن نتيجه البريماتور سيباريشن اوف ذا بلاسينتا باي اكسيدنتال هيموريج اند ماتيرنال هايبوكسيا ديورين كونفالجن. يعني قصدي يقول لك الطفل بيدخل في فيتال هايبوكسيا او نقص كميه الاكسجين لدى الاطفال او لدى الاطفال اللي هم بداخل اليوترس اللي هم لسه ما اتولدوش نتيجه انه حصل ان البلاسينتا اتخلعت من مكانها بريماتور سيباريشن البلاسينتا زي ما اتفقنا وبلاسينتال انفاركشن. طالما اتخلعت من مكانها اي جزء بيتخلع من مكانه معناها البلاد سبلاي كان بيغذيها خلاص فهي حصل لها انفاركشن. بعد كده اكسيدنتال هيموريج زي هي نفس الكلام يعني اللي حصل ده يعتبر اكسيدنتال حاجه بالنسبه لي كانها حادثه او حاجه غريبه عن ان هي تحصل عن ايه النورمال. والماتيرنال هايبوكسيا يعني الست لما بيحصل معاها كونفالجن مش بالتالي تدخل في ماتيرنال هايبوكسيا مش بتبقى قادره تاخد نفسها فممكن الماتيرنال هايبوكسيا تكون سبب في الفيتال مين هايبوكسيا. بريماتوريتي ان الطفل ايه اتولد قبل ميعاده and it is complication يعني prematurity و complication ايه بتاعته. طب ايه هي المانجمنت بتاع الاكلامسيا؟ بيقولك treatment of patient that has got one or more eclamptic seizure comprises the following يعني لازم تعمل الحاجات ايه التالية general measurement and nursing care of patient with seizure لازم اعمله general measurement وقدم له nursing care medical measurement of control of seizure لازم يعمل measurement بس بشكل ايه ميديكال يعني في يعني الميجرمنت في حاجات جنرال وفي نيرسينج كده انا بعمل وفي حاجات ميديكال. الحاجات الميديكال في الغالب بتكون عشان اعمل كنترول لمين للسيجر. طب ايه هي الحاجات الميديكال اللي انا بعمل بيها كنترول للسيجر؟ بارنترال ادمنستريشن اوف مغنيسيوم سلفيت بارنترال ادمنستريشن اوف انتي هايبرتنسيف ديليفري اند بريفنشن اند تريتمنت اوف كومبليكيشن اوف كلامسيا. يعني بيقول لك ان انا ادي مغنيسيوم سلفيت علشان الكونفالجن ادي انتي هايبرتنسيف دراج عشان يقلل البلاد بريشر بدل ما هو عالي ان احاول ان انا اعملها ديليفري اولدها وان انا امنع وعالج الكومبليكيشن بتاعه الكلامسيا. مقسمهم بعد كده لوحديهم مقسم لك الجنرال ميجرمنت ومقسم لك ايه الميديكال ميجرمنت يعني كاتبهم ومقسمهم تاني. يا ترى ايه هي الجنرال ميجرمنت والنيرسينج كير للست اللي عندها مين سيجر؟ بيقول لك ان انا بخلي بالي من الاير واي والريسبيراتوري مانجمنت يعني او معنى الاصح بعمل مانجمنت اير واي والريسبيراتوري ليه اللي هو الاير باسج بتاعها ان انا بحط البيشنت اقصد اللي هو الومن البريجننت وومن دي الليفت لاترال بوزيشن ساكشن اورال سيكريشن لو حصل معاها فوميتس او حصل معاها ان هي بدات تعمل بلاد ستيند فروس اللي احنا قلنا عليها ان انا اعمل لها ساكشن يعني ساكشن ان انا شفط لها
anesthetic at bedside for possible intubation. اديها anesthesia. consider oral airway. احط لها airway في بقها اللي هي بيسموها oropharyngeal airway، يعني حاجه كده بدل ما بتعمل بيتنج على التنج بتاعها وتعضه، وممكن هو يعمل يحصل له obstruction للايرواي، ممكن اللي هي تحط ايه حاجه كده زي بنسميها oropharyngeal airway، حاجه كده تعض فيها تيوب كده مدوره وبتبقى شكلها كبير، منها بنعمل suction ومنها ان هي بتفتح الايرواي، ومنها تمنع ان الست يحصل لها بيتنج الميل للتنج ويحصل لها اسبيريشن او اوبستراكشن للايرواي بسبب التنج بيتنج. سبليمنتال اكسجين، لازم اديها اكسجين علشان الهايبوكسيا اللي عندي. ارتيريال بلاد جازس، لازم اسحب لها غازات عشان اشوف نسبه هل هي عندها اسيدوزس او الكيلوزس ولا الحاجات اللي مشكله ريسبيراتوري ولا مشكله ميتابوليك، علشان اعرف المانجمنت المظبوط. وان انا ايه بريفنت الانجري، بريفنت الانجري ازاي؟ ان انا بادنج اون سايد ريل اوف بيد، يعني معنى الصح الست اللي بتحصل معاها سيجر او كونفالجن دي لازم لما نومها على مكان نومها تكون بعيده عن اي حيطه، عن السايد ريل بتاعه السرير، لازم ابقى رافعها لربما اثناء الكونفالجن تقع من على السرير، لانها بتحصل معاها بتبقى هي انكونشوس اثناء الكونفالجن او السيجر دي، فلازم اعمل اخلي السايد ريل بتاعه السرير ايه مرفوعه. وان انا يستحسن ان انا اعملها اخلي جوانب السرير عليها مخدات بحيث ما تخبطش في اعمده السرير، ان انا هي نايمه جنب حيطه لما نومهاش جنب حيطه ما ينفعش الكلام ده، ان لو في اي فرنتشر جنبيها خليه بعيد، اي فرنتشر اللي هو اساس كرسي ترابيزه المفروض الحاجات دي تبقى كل حاجه بعيد. other post seizure measure fully catheter to monitor urinary output، المفروض احط لها fully catheter، اركب لها fully catheter. urinary catheterization internal fetal monitoring internal scalp electrode، ان انا اعملها ايه مونيتورنج للفيتال، انترنال فيتال مونيتورنج زي ما قال كده. كونسيدر سنترال فينوس بريشر كاسيتر، ان انا اركب لها شباب اللي هو بيقول لها سي في بي اللي هي الوصله الثلاثيه، علشان اقيس لها السي في بي علشان احدد البلاد فوليوم، هل هي هايبوفوليميك، هل هي هايبوفوليميا ولا هايبرفوليميا، ولا السي في بي او نسبه الفلود في جسمها نورمال، يعني انا بركب الحاجه دي عشان اقيس نسبه السوائل في جسمها، لو زايده اقللها اديها ديوريتكس وقللها، لو ناقصه زودها عشان احافظ على نسبه الفلويد مالها في بالانس، يبقى في فلويد بالانس. فلويد ادمنستريشن نيدد تو بي مونيتورد باي سنترال فينوس بريشر سي في بي مونيتورنج، نفس اللي قلناه. continuous hourly monitoring of a patient plus temperature blood pressure respiration rate and fluid intake and output، نفس الكلام تبعها vital signs و intake و output. medical measurement، medical measurement زي ما قلنا فوق برضو في البريكلامسيا، الحاجات الميديكال بتديها بيدوها magnesium sulfate treatment، بيدوها parenteral antihypertensive drug to prevent cerebral hemorrhage و left ventricular heart failure، يبقى عرفتوا ليه كده بيدوها الhypertensive drug علشان يقللوا blood pressure، عشان لو blood pressure لما بيكون عالي بيعمل cerebral hemorrhage، وفي نفس الوقت لما بيكون عالي بيعمل لي ليفت فينتريكولار هارت فيلير، يعني فشل قلبي بس ايه من ناحيه الليفت فينتريكل مش الرايت فينتريكل. طيب بعد كده تالت حاجه من الميديكال ميجرمنت اللي هياخدوها تجاهها ان هم هيعملوا لها ايه ديليفري، وبيقول لك الكلامسيا فريكوينتلي بريسبيتيت بري تيرم ليبر، يعني معناه ان الكلامسيا بتسرع بشكل متكرر او دايما بتسرع من البريتيرم ايه ليبر اللي هي الولاده، إيه؟ يعني بتخلي الست تولد ولاده بريتيرم، الطفل بيكون ايه بريتيرم. بيقول لك برده تحتيها كده نقطتين كده، بيقول لك if the patient is not in labor within a few hours اللي هو من 3 ل 4 after the last seizure labor should be induced by بتوسين دريب، يعني بيقول لك لو الست ما ولدتش في خلال a few hours اللي هو من 3 4 ساعات من اللاست سيجر المفروض ان انا اعملها بتوسين دريب، يعني كانه من ميديكيشن كده بيحفز الولاده، يعني طالما هي ما ولدتش بعد اللاست سيجر انا احاول اعمل تريجر للليبر زي ما قلت قبل كده. بعد كده سيزيريان سيكشن شودنت بي ا روتين فور اول اكليماتيك بيشنت، يعني بيقول لك ما تخليش في دماغك ان السيزيريان سيكشن ده يعتبر روتين لكل الستات اللي بتشكي من الاكليمسيا او الاكليماتيك بيشنت. بس وبكده نكون خلصنا محاضره الهايبرتنسيف ديس اوردر دورينج بريجنسي.